انا هاخد بقى من كلام دكتور عامله يا دكتور هاني، انه قالت رفاهيه بعض الناس كانت بتصنف لفتره قريبه جدا انه جراحات السمنه دي بتاعت المرفهين، ناس معاها فلوس وراحت تعمل جراحه عشان تخس. وبالمناسبه انا اقول على الهواء، مره رحت لدكتور هاني قلت له عايزه اخس يا دكتور ينفع؟ قال لي لا مستحيل. فاولا خليني اقول لحضرتك او اسال حضرتك، هل جراحات السمنه في مصر اللي برضو حضراتكم بتقدموها على انها تغيير جوده الحياه دي جراحات رفاهيه حاجه مش مهمه؟ ومن خلال اللي حضرتك بتشوفه احنا في خطر؟ معدلات السمنه في مصر عامله ازاي؟ يمكن فعلا احنا خدنا من كلام دكتوره عبله جراحات السمنه المفرطه، ويمكن ده شيء مبشر جدا للمستقبل في مصر، ويمكن الحكومه ابتدت تاخد بالها جدا ومبادرات الحكوميه ومبادره رئيس الجمهوريه للكشف عن السمنه والامراض غير الساريه. كنا فرحانين قوي لما قلنا الكشف عن السمنه، لان السمنه لفتره قريبه كانت انه في وعي من الدوله انه ده خطر حقيقي بالظبط كده، ان وكنا زي ما بنقول تملي الصحه او الانفاق على الصحه بيوفر ايوه مش بيكلف. صح. يعني قصد حضرتك الانفاق على الوقايه، على الوقايه طبعا. فالسمنه المفرطه دي مرض مستقل بذاته؟ لا، ده مرض مع مرتبط بيه امراض كتيره مصاحبه، مرض السكر من النوع الثاني، امراض ضغط الدم المرتفع، تصلب الشرايين، المشاكل المفاصل، مشاكل الجهاز التنفسي، كل الامراض المصاحبه لمرض السمنه المفرطه، واهمهم مرض السكر من النوع الثاني اللي بيعمل كل المشاكل اللي الناس كلها عارفه منه. فالحقيقه يعني احنا مش جراحه تجميل خالص. مرض السمنه المفرطه مرض من اخطر امراض، احنا عايزين نقول دلوقتي انه علميا من تاني واحد بعد الامراض السرطان المسؤول عن الوفيات في كثير من الدول. فاحنا كمان بنتكلم على مرض يمكن دلوقتي التعامل معاه وعلاجه، وبالتالي مش علاج مرض واحد، علاج مجموعه من الامراض. كتير قوي من الامراض المصاحبه لمرض السمنه المفرطه بتؤدي لازمات القلبيه ومشاكل الكلى ومشاكل الفشل الكبدي والكلام ده كله. الحقيقه نظره الدوله اتغيرت. يمكن احنا دلوقتي، يمكن حضرتك تروح قبلك مجلس الشعب، انا سمعت كمان ان هو بنتكلم على خطه ان هي تبتدي جراحات السمنه المفرطه تخش تحت بند قرارات العلاج على نفقه الدوله والكلام ده كله. احنا اوريدي طبعا بالفعل بنقوم بده في القصر العيني. يمكن احنا عندنا جراحات سمنه مفرطه في القصر العيني، وحدات متخصصه تعتبر من اكتر. ايه ده؟ الله، ده خبر حلو جدا. طبعا ده معرفش يعني اساتذتي رؤساء جراحات اقسام جراحات السمنه المفرطه بتتعمل بشكل مجاني تقريبا، بشكل مجاني او يمكن مساهمه، عشان نكون دقيقين وللامانه مساهمه رمزيه جدا من بعض المرضى بشكل تبرعات بتجيلنا، ونقدر نقدم الخدمه دي ونخدم مرضى كتير قوي ما يقدروش يعملوا جراحات السمنه المفرطه دي على حسابهم الشخصي، لانها مكلفه جدا الحقيقه. يعني جراحات السمنه المفرطه يعني حضراتكم بتقولوا لنا النهارده ان الطب بكل فروعه وتخصصاته وليس رفاهه، هو رفاهيه مطلوبه يعني، ايوه، لكنه مش ملجا اخير. لا خالص خالص.